الحقيقة يمكن أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا. أولا طبعا أنا يعني بحيي كل المشاركين في هذه الجلسة، معالي وزير التعاون الدولي وكل المؤسسات الدولية ورجال القطاع الخاص اللي موجودين معنا. ويمكن أنا عايز هنا أوضح حاجة مهمة جدا، إن دائما كان الانطباع اللي مترصد عند المصريين وحتى القطاع الخاص إن التمويل الأجنبي اللي بيبقى بالاقتراض الميسر أو حتى القروض الخارجية هو الحكومة هي فقط اللي بتستحوذ عليه، بينما هنا إحنا دور مهم جدا يمكن ناس كتيرة ما تعرفوش إن الدولة المصرية بتساعد القطاع الخاص إنه يحصل على قروض من مؤسسات تمويل دولية بشروط ميسرة من خلال إنه بيدخل في مشروعات كبيرة الدولة بتطرحها، زي مشروع بنبان. أما إحنا طرحنا هذا المشروع إن ده مشروع استراتيجي للدولة، ده مكن العديد من شركات القطاع الخاص إن هم يقدروا من خلال برضو الدعم الدولة إن هم يروحوا ويتفاوضوا مع مؤسسات إقراض دولية ويجيبوا تمويل ميسر يقدروا بيه إن هم ينفذوا هذا المشروع. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن إحنا مبارح في العرض قلنا إن رؤيتنا كدولة الفترة الجاية هو التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال المشاركة أكثر مع القطاع الخاص. إحنا ما نقدرش نوقف تنفيذ مشروعات قومية لأن الدولة محتاجاها، ولكن اللي إحنا بنقوله عايزين القطاع الخاص يشارك معنا في تنفيذ هذه المشروعات. وخلينا حدد قطاعات واضحة تماماً بالنسبة لنا الفترة الجاية دي أولوية أولى عشان القطاع الخاص كله يبقى عارف وحتى المؤسسات الدولية. إحنا بنتكلم على مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء. دي النهاردة يعني قطاعات مهمة جداً إن إحنا نتحرك فيها وإن إحنا نشارك القطاع الخاص، وبالفعل وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقات إطارية مع العديد من التحالفات عشان تتنفذ هذه المشروعات، والقطاع الخاص هو اللي ينفذها وبنساعده من خلال هذا هذه المشروعات والإعلان عن هذه المشروعات إنه يتفق مع مؤسسات زي الاي اف سي، زي أي مؤسسات أخرى الاي بي ار دي وخلافه، إنه ياخد قروض ميسرة وينفذ بها هذه المشروعات. فعندنا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، عندنا قطاع تحلية المياه ومعالجة المياه، لأن ده بعد استراتيجي كلنا عارفين تحدي المياه لمصر، وإحنا الدولة المصرية ناوية أنها تتوسع بقوة في هذه المشروعات. موضوعات النقل، مشروعات النقل الكبيرة، النقل الجماعي بالذات، وقلنا هذا الكلام إحنا بنرحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطوط أو مشاركة مع الدولة في خطوط النقل الجماعي الكبيرة. مشروعات المواني الجافة، بالفعل مشروعات المواني الجافة اللي بتتنفذ النهاردة في مصر بمشاركة القطاع الخاص في الأساس، وحتى المواني البحرية احنا النهاردة على أتم استعداد لمشاركة شركات، وبالفعل وقعنا شراكات مع القطاع الخاص عشان يجي ويدير ويشغل معانا هذه المشروعات. مشروعات الصحة والتعليم، المشروعات الأخيرة المشروعات الصناعات الكبيرة. احنا الدولة المصرية تحتاج، وزي ما قلنا قطاع الصناعة قطاع مهم جدا، مجالات انا بدي أمثلة، البتروكيميكالز، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، كل ده نقدر كدولة من خلال الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص ان احنا نساعده ان هو او يعني نبقى احنا كمان معاه فيكل زي ما بنقول ومساعد ان هو يتفاوض مع مؤسسات دولية ونجيب له قروض ميسرة علشان ان هو يقدر يمول هذه المشروعات بما لا يحمل. لان حضرتك هتسألني طب انت كدولة مستفيد ايه؟ لا، مستفيد كتير، ان لما القرض بيجي والنهاردة يبقى جاي وفي فترات سماح طويلة وفايدة قليلة وبيسدد على مدى زمني طويل، ده بيساعدني في ايه؟ في ان الخدمة او المشروع ده لما يتعمل تكلفة تشغيله هتبقى اقل، وبالتالي انا كدولة هبقى مستفيد من هذا الكلام. دي نقط مهمة جدا لازم كلنا كمواطنين نعرفها، واحنا بنأكد عشان كده لما بقول ان عايزين مشاركة اكبر من القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قومية، انا اهو بقول بعض نماذج الاولويات، واحنا عايزين القطاع الخاص المصري والاجنبي يشارك معانا، وبنقول للمؤسسات الدوليه دي اولوياتنا. فده جزء من اللي احنا بنتكلم عليه الفتره الجايه، واللي انا باكد عليه ان احنا ده دور مهم جدا كل مؤسسات الدوله بتشتغل عليه.